السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسدية سوالاً ينقل سورة البقرة آيات 229 دوبلوس ميلان جزء ينقل دو 36 <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولأنكم لن تسكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضلاك مروتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا أن يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان, ظنّا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ حَسْبُكَ سؤال yang kedua surahul maidah ayat 14 juzuk yang ke-6 muka surat 110 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا فنسو حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون. سموهم كم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم إلى صراط مستقيم ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء Wallahu ala kulli shay'in qadir hasbuk soalan yang ketiga sila baca ayat berikut dengan bertarannum bermula daripada surah al-a'raf ayat 156 juzuk yang ke-9 muka surat 170 a'udzubillahi minash shaitonir rajim واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه ويؤ الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأم الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف وينهون عن المنكر وينهاهم عن المنكر يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يامرهم بالمعروف بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته